الحوار الوطني. واحدة واحدة معايا بقى إيه، وركزوا كده. بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس أمناء الحوار الوطني تسلم رسالة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول إيه؟ مشروع قانون إنشاء، خد بالك بقى، المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، وإنه هذا المشروع وهذا القانون يناقش في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب. وفي نفس السياق طبعا بتستمر لجان الحوار الوطني في عقد بقى الجلسات النقاشية في مختلف المحاور، ومن بين القضايا، تعرفين انها في مختلف فعلا مش في مختلف؟ يعني ده برضو على حس ما كنا بنتكلم انا ويوسف ونوها في قواعد الصرف، اسمها في مختلف مش في مختلف. المهم زي غير، لا تعرف بالالف واللام، ما تقولش الغير، اسمها غير الكذا. المهم من بين القضايا المطروحة هي الاستثمار، القضية السكانية. امبارح كان في طبعا مناقشات حول المحور الاقتصادي وتحديدا الاستثمار ومستقبل الصناعة، بكرة بإذن الله الخميس مناقشة القضية السكانية ضمن المحور المجتمعي. خلونا ناخد المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا مع دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وأحد المشاركين بالحوار الوطني. أهلا 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 يا دكتور يسري. يا أهلا بيك يا أستاذ يوسف وبكل متابعينك في مصر وفي كل أنحاء العالم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ والله تمام والله الحمد لله. من امبارح وأنا في سيرتك وبقول لهم عايزين نشوف دكتور يسري قريب في البرنامج ضروري، خصوصا على حس الاجتماعات بتاعة بنك التنمية الإفريقي. أهلا وسهلا بيك. طبعاً. أهلا بيك يا دكتور. طبعا. دكتور، وإحنا بنتكلم في الحوار الوطني حول الاستثمار ومستقبل الاستثمار، كيف يرى دكتور يسري الشرقاوي الخطوات اللي لازم نتخذها احنا الاثنين، سواء اذا كانت الدولة من ناحية او المستثمرين من ناحية، لتنشيط الاستثمار في مصر، جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وتنشيط الصادرات؟ ممتاز استاذ يوسف، يعني احنا عهدنا بعض بالصدق صحيح وباليقين، وسنتحدث بكل شفافيه للشعب المصري عبر الشاشه وعبر يعني وجودي معك. حلو. اولا في البدايه قبل ما اخش في اي موضوع، دعني اثمن ما تجريه مصر من حوار راقي شفاف انا شخصيا سعدت جدا بالمشاركه فيه. وهذه سابقه بالنسبه لي انا في عمري حاجه جديده، ان يكون هناك كل الفئات وبكل اريحيه والحوار مفتوح من اجل عرض المشكله وعرض التحديات والسماع للأفكار والإطروحات. ده من جانب من شكل وفكر وقرر وعزم الأمر على أن يدعو المصريين إلى حوار. الأمر الثاني والمهم جدا بالنسبة لي، أنه أنا عندما شاركت كان لازم نكون عندنا أمور ممنهجة وعارفين كويس جدا أن في تحديات اقتصادية، والتحديات في منها داخلي وفي منها خارجي. إزاي نحل المشكلة في ظل هذه التحديات؟ كنا محتاجين أشياء جديدة وتكون على مرمى ومسمع التنفيذ شيء جديد مش على مرمى التنظير. فأول حاجة شجعتنا وشجعت مجتمع الأعمال مباشرة هي المجلس، انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد قبل أن ندخل هذه الجلسة بأسبوع، وصدر أكثر من 22 قرار. هذه القرارات تحمل بين ثناياها وبين الكلمات شق تنفيذي وجانب تنفيذي جيد. فدخلنا الحوار والمحور الاقتصادي والذي يتعلق بالاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي، وتحدثنا في العديد من الأمور والأطروحات والمشاكل. مبدئيا تحدثنا على كيفية إيجاد وسيلة لجودة التشريع، أن يخرج التشريع جيد وقابل للتطبيق ودونما العودة في التعديل وفي الإصلاح التشريعي مرة أخرى. وتحدثنا عن الحوكمة و الهيكلة الإدارية ومحاولة إيجاد حلول نافذة للقضاء على البيروقراطية. وتحدثت عن كيف يمكن أن تتحول كل الرخص إلى رخص ذهبية. كانت تجربة دعمها السيد الرئيس في الاحتفال المئوي لاتحاد الصناعات ب 30 رخصة ذهبية، والآن نحن ننادي لماذا لم تكن كل الرخص ذهبية؟ هذه هي مرحلة مهمة جدا، وبالتالي عايزين ننتقل إلى أمور جيدة جدا في السياسات النقدية والسياسات المالية، الأمر الذي يخلق استقرارا في السعر العملة الرسمي والسعر الموازي، الأمر الذي يؤثر بالطبع على
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. لدينا أيضا أطروحة فيما يتعلق بخطوات تنفيذية محددة بالتوقيتات والجدول الزمني في تنفيذ ما جاء في وثيقة ملكية الدولة، الأمر الذي اتفق عليه مجتمع المال والأعمال المصري قطاع خاص وحكومة. هذه كلها إجراءات من شأنها ممكن تدخلنا وبسرعة في بؤرة اهتمام كل دوائر الاستثمار الأجنبي والمحلي. الحديث صار مني على الترويج وآليات الترويج وطرق الترويج الحديثة، كيف يمكن أن نحلل المنافسين في جذب الاستثمار المباشر، وكيف نفرق بين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر. حلو. وما يتعلق بالهوت ماني والمال الساخن، ونتعلم من التجربة سريعا، ونتعلم من تجربة دول الجوار الذي تحمل إلينا الآن تنافسية جديدة في جذب الاستثمار الأجنبي إلى جمهورية مصر العربية. أعتقد أن الآن مصر تملك كل قواعد اللعبة في جذب الاستثمار. يا أستاذ يوسف، الحديث عن جاهزية الدولة في 9 سنوات بهذا الحجم من البنية التحتية ومن المشروعات القومية، الحديث عن سوق كبير بهذا الحجم، الحديث عن مدخل لقارة أفريقيا، الحديث عن استقرار سياسي، الحديث عن تروع سلة استثمار في كافة قطاعات الاستثمار، هذه كلها منصات جاهزة للانطلاق. لدينا فقط بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط رتم الحياة ما بين القرار والتنفيذ، ما بين التشريع وجودته وتنفيذه، ما بين الموظف الذي يستطيع أن ينفذ أيا كان الآلية، شباك واحد، شباكين، شباك ذكي. لابد أن يكون هناك ربط الإنجاز لموظف الحكومة بأجره. موظف الحكومة الآن والمتعامل في وزارات المجموعة الاقتصادية ربط الأجر بالإنتاج، أننا أمام مرحلة فارقة في إعادة بناء اقتصاد مصر، وعلينا أن نقف خلف الدولة المصرية في كل هذه القرارات وفي كل هذه الأطروحات. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور يسري، كل الشكر دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين لأفريقيا.